نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلتين بقرية العزيز بوادي نطرون والنخلة القبلية بمركز أبو حمص في البحيرة. تم توزيع أثاث و 75 جهازا على 43 أسرة، إضافة ل 1000 وجبة غذائية وتنفيذ وصلتي مياه وسقف خشبي وقافلة طبية ومعرض للملابس بقرية العزيز بوادي النطرون. وفي مركز أبو حمص تم توزيع 250 حقيبة غذائية بالإضافة إلى زيارات للمسنين تحت شعار ونس، ويتم خلالها إهداء المسنين بعض الهدايا فضلا عن فعالية مجددون لتنظيف وإعمار المساجد التي ليس لها وبها عمالة، بالإضافة إلى حفلات للأطفال. احنا نازل لنا 250 شنطة غذائية كنا معبينهم في الفرع عندنا بمجهود المتطوعين، ونازلين دلوقتي ل 250 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقا يعني في المنطقة هنا في أبو حمص، وعندنا كمان زيارات مسنين للأسر اللي هي ما عندهاش أي حد بيسأل عليها أو ما عندهاش ناس موجودة في البيت، بنجيب لهم هدايا بسيطة ونقعد معاهم زي ونس من الأسبوع للأسبوع كده، زائد اللي بيكون عندنا مجددون بيكون في زي تنظيف للمساجد اللي محدش بيهتم بيها أو محدش ملهاش عامل يعني ينظفها كل أسبوع، وبيكون في حفلات أطفال، بنجيب أطفال بنعلمهم حاجة جديدة، بنشوف هما محتاجين إيه بنساعد بيه، كل الحاجات ديت يعني. إحنا النهاردة في أبو حمص معانا حوالي 100 متطوع عشان يوزعوا ال 250 شنطة زائد الزيارات المسنين والحفلات الأطفال وكل الكلام ده النهاردة إن شاء الله. إحنا هنا جايين عشان نوزع 250 شنطة لأكثر أسر مستحقة عشان نسهل ظروف المعيشة ليهم قبل رمضان، والرسالة حابة أوجهها إن التطوع دايما بيساعدنا يعني إن احنا نقدم فرص وإن احنا نطور من نفسنا وإن احنا نساعد الناس. احنا شاركنا في أكتر من فعالية قبل كده، حقيقي الشعور بيبقى جميل يعني بمساعدة أسرنا هنا في قرية أبو حمص. النهاردة اليوم هيمشي عندنا زيارات مسنين وإعمار مسجدين بإذن الله، وتوزيع شنط غذائية يعتبر 250 شنطة لتسهيل يعني الظروف على أسرنا هنا في قرية أبو حمص.